السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات ويوم سعيد. شنو أخباركم أنتوا رمضان وأنتوا والمنهج؟ إن شاء الله تعالى حنتكلم، طبعا زي ما خدينا الأيام اللي فاتت، إن جسم الإنسان عبارة عن كومبليكس ماشين، وهذه الماشين عبارة عن تتكون من عدة أجهزة، والأجهزة كل جهاز خدينا على حدة، وخدينا مصطلحات والوظائف وتكلمنا عليها. اليوم إن شاء الله تعالى من وظائفنا ومن نعم الله علينا سبحانه وتعالى إن مفروض نحافظوا على الأجهزة هذه، ولكن رغم كل شيء إلا إنها تصاب بأشياء اسمها المرض أو العطل، إذا الديزيز. طبعا شنو معنى كلمة ديزيز؟ هو عبارة عن abnormal condition أو dysfunction أو disorientation، أو بمعنى إن الأورجن هذا صار فيه عطل وما عادش يؤدي في وظيفته اللي مطلوبة منه، يطلع في صورة مرض، وقانا الله وإياكم منا بايشين. وكيف نعرف أن الجهاز التنفسي أو الجهاز الدوري أو الكارديوفاسكولار أو الجهاز الهضمي أو العضلي صار فيه ألم مرض؟ طبعا من خلال حاجة اسمها السمتومز والساينس، الأعراض والعلامات اللي ممكن تطلع ويشكي منها المريض، او انني نشوفها كدكتور ندير لها اكزامينيشن او عن طريق التحاليل حتى هي تطلع لي مشاكل في الاجهزه هذه. وكذا دكاتره طبعا هذه مطالب مننا ان احنا نديروا لها تريتمنت كدكاتره وكعلاج، اما بانني نبعد الكوزر فاكتور السبب، او اني نعطي دواء، او اني نعطي نصائح معينه. اوكي دكاتره، اذا السؤال يطرح نفسه وات از ذا كرونز ديزيز، اي مرض؟ هذا نوع من انواع الامراض اللي تصيب الجهاز الهضمي. وكيف دكاترة، إذن أي ديزيز لازم يكون له كوزر فاكتور، سبب إتيولوجيكال فاكتور، كوزر فاكتور هي نفس إتيولوجيكال فاكتور، أيضا له ساينس وسبتومس يعني علامات وأعراض، ولازم ندير له تريتمنت. وكيف دكاترة، هذا المبدأ. إذن الديزيز and the treatment can be categorized in the several way، إذن نقدر إن نقسمهم لعدة أقسام، by their cause, by the system of the body affected, by the severity, by the usual form of the treatment, by likelihood of the recurrence, or by the expected outline. معناها أي ديزيز في الطب له أسباب، في أمراض لها unknown causal factor متاعها مش معروف، باهي. وأيضا لكل مرض جزء معين من جسم الإنسان يصاب، يعني أمراض الجهاز التنفسي معروفة هتاخدوها إن شاء الله، أمراض الجهاز الهضمي حتى هي، أمراض الجهاز الدوري، يعني كل مرض يصيب عضو معين وجهاز معين في جسم الإنسان. باهي، أيضا الشدة متاعها، المرض يختلف من شخص لآخر ومن حالة لحالة، يعني ممكن فيه يكون المرض السيفيريتي متاعه مايلد ومدرت وسفير مثلا، فهمتوني دكاترة، يختلف. أيضا الأمراض لها علاجات by the usual form of the treatment، في أمراض لها علاج، في أمراض ملهاش علاج. أيضا الريكارنت، في مرض يرجع مرة تانية حتى لو عالج الدكتور وتم تشخيصه وتم علاجه والمريض استجاب للنصائح والإرشادات، إلا إن المرض هذا له recurrent behavior، يرجع مرة تانية. زي مثلا واحد يمشي لدكتور الأسنان يعبي السن متاعه بحشوة، لكن بعد فترة زمنية سنة سنتين ثلاثة يرجع التسوس، يسمى recurrent dental caries. وكيف دكاترة، باي. أيضا فيه لكل مرض expected outcome أو prognosis، هل المرض هذا البرغنوسيز متاعه good، هل المرض هذا البرغنوسيز متاعه bad، زي في حالات الاتيروسكولوروسيز مثلا، الاتيروسكولوروسيز أو انسداد الشرايين، هذا تصلب الشرايين، أو مثلا انسداد الشرايين التاجية coronary arteries والانجينا بيكتورس، تبدأ علاماتها سبب متاعها مثلا دخان، مثل الإجهاد، السمنة، أخذ أدوية معينة، الأنيميا حتى هي ضغط الدم حتى هي بتسبب لي الأنجينا بيكتورس، أو دبحة صدرية، هذه كأحد أسباب علاماتها اللي هو الشست بين، خاصة شعر بشست بين. التريتمنت يعطوا فيه في حبة تحت اللسان اللي وتراي جلسورين درجس والحاجات هي، أو مثل القسطرة
ماشي. وده physician studies the patient medical history and symptoms and current physical condition and the medical test result in order to the make diagnosis and answer this kind of the question. إذن في النهاية لازم على الدكتور أو الفيزيشن يدير دراسة تامة حوالين المرض هذا، ولو يشخص الحالة ياخد هيستوري كويس من المريض ويركز على علامات الساينس والسمتومس الأعراض والعلامات اللي طالعة على المريض أو الشكوى الأساسية تشيف كومبلين، يدير كلينيكال اكزامينيشن. في بعض الأحيان يضطر يدير لابراتوري انفستيجيشن ميديكال تيستس ويستنى النتائج لين تطلع ويجمع المعلومات، هي سواء كانت هيستوري واكزامينيشن ولابراتوري انفستيجيشن تو ميك دايجنوسيس اند تو ميك البروجنوسيس عشان يعطي التريتمنت المناسبة ويقرر شنو المفروض يندار وشنو العلاج اللي المفروض ينعطى للمريض هذا. اوكي دكاترة باي. Is the condition serious, major or the minor؟ طبعا تختلف الأمراض من عن بعضها. في أمراض خطيرة زي مثلا ضغط الدم، الذبحة الصدرية لو ما عالجناهاش ودرنا الإجراءات المطلوبة مننا والمريض حتى هو التزم بالنصائح والإرشادات، الحالة هذه ممكن بدل ما انجينا بيكتورس بس وذبحة صدرية ممكن يخش في هارت فيلير أو موت لا قدر الله، تمام. وممكن في أمراض تعتبر ماينور ما هيش سيفير، ميجر سيريس هل هي خطيرة ميجر أور ماينور، زي مثلا دينتال كارز ما فيش مشكلة، سمبل دينتال كارز نعبي السن بحشوة تمشي أمورها مية مية مثلا. أوكي دكاترة أو إنفلونزا ياخد أدوية معينة وتمشي أمورها مية مية. Is the patient suffering from the chronic problem or acute attack؟ هل المرض هذا أو الكونديشن اللي يعاني منها المريض هذه هل هي أكيوت ولا كرونيك، هل هي حالة مزمنة ولا حالة أكيوت؟ مثلا زي السن مريض توجع، هل هي السن هذه بتسهر فيه في الليل وحالة أكيوت مثلا بالبايتس أو أكيوت بريبيكال بيرودونتايتس، أو إن هي كرونيك بالبايتس مثلا التهاب عصب السن هذه؟ إذا تختلف الحالات من بعضها عن بعض، هل هي أكيوت حالة حادة خطيرة وإلا حالة كرونيك تأخذ وقت، وهذه حسب المرض وحسب نوعها. أيضا الأمراض والديزيزس ممكن تشمل الانفلاماتوري، الأمراض الالتهابية ممكن تكون كونجينيتال، أمراض هذه جينية مثلا زي ما حتاخدوا إن شاء الله حتى دكتورة الأحياء متعطتكم الخلايا وتشوهات الدي إن إيه والمشاكل اللي ممكن تجي في الجين. وممكن أمراض سرطانية اللي هو يسموها التيومر. شنو معنى كلمة التيومر؟ هي كتلة تنمو بدون وظيفة وبدون فانكشن، وممكن حسب نوعها وحسب البيهيفير متاعها فيها نوعين بناين ومالجنن. ممكن التيومر أو السرطانات وقانا الله وإياكم هذه ممكن تكون خلايا حميدة وسلوكها الأنسجة هذه حميد، ممكن تكون لقدر الله مالجنن خبيثة وخلاياها تحت الميكروسكوب حتى هي تحولت إلى خلايا سرطانية خبيثة، وأيضا سلوكها والبيهيفير متاعها متاع المرض هذا حتى هو خبيث وقانا الله وإياكم منه ومنها، اللي هو السبريدينج الانتشار. وطبعا احنا كمجتمع ليبي معظمنا سامعين حتى في عائلاتنا سرطانات الثدي وقانا الله وإياكم منها، وبدأت التشخيص المؤخر الاكتشاف المؤخر للسرطان، ومرات يجيك المريض في المرحلة الرابعة ومرحلة النهائية وصل لسبريدينج. إذن ممكن السرطان هذا أو الخلايا السرطانية طبعا أو اللي جين يكون لوكالايزد معناها قاعد في مكانها في المكان اللي بدي فيه يقعد فيه، أو ممكن لا قدر الله يصير له سبريدنج، وهذه من خصائص المالجننت. المالجننت السرطانات الخبيثة سميت سرطانات خبيثة لأنها ما تقعدش في مكانها، تنتشر من مكان إلى آخر طبعا ويصير لها سبريدنج وتنتشر في جسم الإنسان كله ويخش المريض في بور بروجنوسيس. أوكي دكاترة. أيضا If the patient has running nose and post nasal drips, are this the congestion caused by the infection or allergic؟ أيضا من ضمن أنواع الأمراض في الأمراض المعدية أو الأمراض اللي ناتجة عن الحساسية، مرات في فصل الربيع أو في الفصول عقب الفصول وخاصة في الربيع وانتشار البذور في الهواء والريح والحاجات هي
مرات يبدأ المريض عنده نوع من أنواع الحساسية، فتطلع عليه في الأيام هذه الإيرولوجيك رياكشن، وإن شاء الله حتاخدوه الموضوع كبير بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن في الميكرو وفي الميديسن وفي السيرجري وفي الباثولوجي إن شاء الله تعالى. هذه أمراض أول ما يحس المريض يحس بأن أشمع عنده جريان في النوز بتاعه وبوست نيزل دربس ونوع من انواع الاحتقان في خلف المنطقه النيزوفارينكس. اوكي، وهذه يا اما علامه من علامات الانفكشن زي في حالات الانفلونزا ماشي، او في حالات ان المريض عنده الرجيك او حساسيه لشيء ما. اوكي دكاتره، باي ايضا if there is an infection what type of the germ is it is caused by، يعني حتى لو كان الرجيك نبغى نعرف وش النوع الماده اللي مسببت له الحساسيه هذه باش نمنع الريكرنت نتاعها ونمنع مره ثانيه المرض ما يجيش. رقم واحد. رقم اثنين، لو كان المشكله infectious disease او ما هذه مرض ميكروبي معدي، فلازم نعرف نوع الميكرو اورجانيزم هذا، مثل از ذا ديزيز كوميونيكابل كونتاجويس اور نون كونتاجويس، زي الكورونا هذه تو سببها فيروس الكورونا هذا. اوكي دكاتره ماشي، ففي الحاله هذه نخلوا بالنا هل هو من الامراض المعديه او الامراض غير المعدية. طبعا لو كان هي معدية معناها لازم نحمي الآخرين والمرافقين والعايشين معاي، أو مثلا طلبة المدارس أو في الفصل أو في العائلة، نحميهم من انتقال العدوى لا قدر الله. Is the physical or mental illness or but ممكن في بعض الأمراض تصيب الأعضاء كلها physical وايضا تصيب المنتل، زي منتل ريتارديشن مثلا زي داون سيندروم، المريض يصير عنده تخلف عقلي. اوكي دكاتره، او مثلا امراض تصيب المعده تصيب الامعاء تصيب الهارت تصيب العضلات. اوكي دكاتره، فتختلف الامراض من مرض الى اخر ماشي. What is the treatment of the choice؟ طبعا في عده انواع للعلاجات. اني الاهم شيء اني نخفف الساينس والسبتمس، وخاصة اذا كان فيها بين ولو ان المرض لا قدر الله معدي، ايضا لو ان له كومبليكيشن ومضاعفات، هذا كل هذا السبب اني لازم نختار العلاج المناسب باش المرض ما يخوش من مايلد الى ميجر يتحول. ايضا ممكن لا قدر الله تكون الامراض المعدية، ممكن المرض يكون مايلد قلنا يتحول الى سيفير. اوكي دكاتره، وايضا في بعض الامراض تبدا تكون مصحوبه بفيفر، طبعا والفيفر زي الاطفال خطير عليهم، ايضا ممكن تكون مصحوبه بالم، والالم unpleasant sensation شعور غير مرغوب به، والانسان ما يقدرش يعيش ويتوافق مع الالم، وبالتالي لازم كل بين يعني لازم يدور على علاج يوقف الالم. هو what is the course of the illness like to be، يعني شنو المستقبل او البروجنوسيس متاع المرض هذا ممكن يؤدي الى شنو. is the patient's illness curable or incurable، يعني هل المرض هذا fatal ولا non fatal، قابل للشفاء ولا غير قابل للشفاء. زي مثلا احسن مثال عليه مرض السكر، طبعا هو ماهوش قابل للشفاء لكن الانسان يقدر يتعايش معه بطريقه او باخرى، او هايبرتنشن حتى هو ما ليش علاج، ليه علاج ولكن لا يشفى منه المريض ولازم ياخذ العلاج مدى الحياه، او امراض الغدد الصماء مثل لا قدر الله. is it fatal is the patient terminally ill، هل هو المرض هذا قاتل يقضي على حياه الانسان؟ لازم السؤال يطرح نفسه. اوكي دكاترة، اذا في التريتمنت اوف ذا تشويس تعتمد على عده اشياء، منها وات از ذا كورس اوف ذا انس لايكلي تو بي، يعني شنو المستقبل شنو المضاعفات متاع المرض. رقم اثنين، هل هو قابل للشفاء وغير قابل للشفاء، هل المرض هذا قاتل او غير قاتل. اوكي دكاترة، هذا ملخص. ايضا التنتيف diagnosis الكشف التجريبي للحالة sometimes begin with the patient who notice abnormal changes in their the body. This changes are called symptoms. يعني مرات في بعض الأمراض المريض نفسه يجيك مشخص لك المرض أو يقول لك نحس إني عندي كذا، مثلا زي مثلا ألم الأسنان يقول لك نحس فيها سني
واصل للعصب، لا سني توجع فيها على الحلو على المسقع على السخون، نوض فيها في الليل نحس فيها دكتور نوصل للعصب مثلا، فهمتوني؟ هذا ما يسمى بالتنتيف دايجنوسيس او الكشف التجريبي، يعني اللي يجيك به المريض ويقول لك راني هنا عن قريب، يقول لك الدايجنوسيس نتاع الحاله. اوكي دكاتره وديستشنجز ار كولد سيمتومز، من خلال الاعراض اللي يشكي منها المريض وتشيف كومبلين والاعراض اللي طالعه والساينس والسيمتومز وتو اوبفيوس اند ديستريبيوتنج سيمتومز ويش يوجوالي ليدز ذا بيشنس تو كونسلت ا فيزيشن بروبتلي ار سيفير، اللي هو البليدنج الهيمرج والبين. اذا اخطر نوعين من الاعراض هم اللي يخلوا المريض يجيك للعياده، يا اما المريض يشكي من بليدنج يا اما يشكي من الم. مثلا فور اكزامبل ان المريض مثلا نايض الصبح يبي يفرش اسنانه وينظفهم فيلقى نزيف حاد في اسنانه فيخاف من اللثه ونزيفه ويخاف على اسناناته ويقولك عندي رايحه مش كويسه في اسناني فيجي، او ان عنده الم يقولك سني مسهرتني الليل كلها وتوجع فيها على الحلوه وتوجع فيها على المسقع، او اني ناكل عليها او ننتش على المنطقه هذه تبدا توجع فيها سني. فهذا اذا في حاجتين تو سمتومس هم اللي خلوا المريض يجي، يا اما لو انه يشكي من بليدنج او يشكي من الم من البين. اذا الالم شنو يسموه؟ بين. البليدنج اللي هو النزيف، هذا من الحاجتين اللي خلوا المريض يجيك للعياده متاعك او يبحث عن العلاج. The pain that is durable but persistent is often labeled an itch by the patient. إذن الألم يحسه المريض ويحس بحاجة توجع فيه، ممكن يكون dental pain، ممكن يكون back pain، مثلا يوجع فيه ظهره رجله إيده جسمه حاجة في الأحشاء متاعه يوجعه. إذن الألم هو اللي يخلي المريض يجيك. أيضا في ألم تاني the most common are the headache and the stomach by the patient. إذن في ألم تانية في صورة هيدك، طبعا الصداع، الصداع حتى هو unpleasant sensation، الهيدك هو صداع في الرأس يعني، إذن هو الصداع هو ألم في الرأس. فمعظم الأمراض ممكن تكون مصحوبة بألم وصداع، يعني في أشياء هلبة زي ضغط الدم مثلا يبدأ مصحوب بهيدك. أوكي دكاترة حتى الأنيميا في بعض الأحيان تكون مصحوبة بهيدك. استومك طبعا ألم في المعدة أو كولك بين مثلا مغص أو ألم في المعدة. إذن البين ممكن يكون ألم دنتال بين، ممكن يكون باك بين، ألم في الظهر، ممكن يكون صداع هيدك، ممكن يكون استومك إك. بهي the pain in the stomach may indicate the simple ingestion or the more serious element just as ulcer or dysentery. في بعض الأحيان الألم متاع المعدة ممكن يكون واحد واخد حاجة مسقعة، واحد ممكن يصير له انفكشن تسمم غذائي فالمريض يحس بألم في المعدة، وممكن لا قدر الله حتى وجود تقرحات أو انسدادات أو سوء هضم أو عسر هضم حتى هو يجي يؤدي إلى ان المريض يحس بالم في المعده متاعه. اوكي دكاتره ايضا the headache may be associated with cold والا انفلونزا ولا sinusitis وsinus infection والا head injury. طبعا الصداع او ما يسمى بالالم في الراس ممكن يكون مصحوب المريض اللي واخد برده في الكومن كولد مثلا، والمريض المصاب بانفلونزا او عنده حراره او عنده ضغط ارتفاع بضغط الدم أو أنيميا، هذا كلهم يحسوا بألم. أو مثل هذه عدوى في الجيوب الأنفية ساينس انفكشن فحتى هو يحس بألم. أو لا قدر الله هيد انجري مثلا تروما أكسيدنت حادث نزيف في المخ لا قدر الله، هذا كله أو فراكتشر في السكل، هذا كله يؤدي إلى أن المريض يحس بألم. أوكي دكاترة ماشي. There are many other common symptoms of the ill health. في علامات. There are many other common symptoms. إذا قلنا البليدنج وقلنا البين، هذم أهم علامات يخلوا المريض يجيك للعيادة وهم most common. أيضا في علامات تانية تبين إن فيه disease.
أو أن جسم الإنسان مش طبيعي، اللي هي الفيفر. الفيفر هو ارتفاع درجة الحرارة. نورمالي درجة الحرارة لا تتراوح 36 درجة مئوية، لكن نورمالي أو 98.6 فهرنهايت، وإلا 37 بمقياس بهي نورمال هيومن بودي تمبريتشر بمقياس فهرنهايت تمثل 98.6 ديجري، وإلا بالمئوية 37 درجة مئوية. أوكي دكاترة، the temperature higher than normal may indicate that the body is fatiguing an infection. إذن في حالات الفيرال انفكشن، في حالات البكتيريال انفكشن، المريض ترتفع لدرجة الحرارة. إذن الحرارة علامة من علامات الانفكشن. الانفكشن هي الأمراض المعدية أو علامة من علامات الالتهاب، الانفلاماتوري رياكشن أو انفلاماتوري ديزيز. إذن الحرارة علامة من علامات، هذا طبعا الترمومتر، هذا مقياس درجة الحرارة سواء كان الإلكترونية والكلاسيكال الكونفنشنال. طيب إذن في أمراض مصحوبة بدرجات حرارة، يا اما الامراض المعدية الانفكشوس ديزيز، يا اما البكتيريال ديزيز. اوكي دكاترة، والنورمال تمبريتشر هي 37 او 36 ونص او 37 درجة مئوية، والا 98.6 فهرنهايت. وفي حالات الفيرال ديزيز، في حالات البكتيريال ديزيز، ترتفع درجة حرارة الجسم. باي، وهذا عبارة عن ترموميتر مقياس درجة الحرارة.